السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنشوف أوامر زوم. لو أنا عامل سيلكت على عنصر وجيت هنا، ده بيعمل لي زوم على الجزء المحدد، فبيعمل زوم على الجزء ده. في عندي أمر آخر بيعمل زوم على كل الحاجات المرسومة في اللوحة بالشكل دوت. في أمر آخر بيعمل زوم على حدود الصفحة، لما بعمل أدوس عليه بيجيب لي زوم على حدود الصفحة. في اختيار هنا ظريف اسمه زوم دروينج اف ويندو سايز شينج، يعني لو دلوقتي انا غيرت المقاس او غيرت السايز بتاع اللوحة كل البرنامج نفسه، الجزء اللي ظهر عندي في مساحة العمل تتغير بنفس القيمة ولا تفضل زي ما هي؟ يعني على سبيل المثال لو انا دلوقتي عملت كده تمام وصغرت بالشكل دوت تمام، هيبدأ يظهر لي نفس الجزء اللي موجود كأن انا ايه ما غيرتش حاجة. طيب انما لو انا عملت العلامة ديت وكبرت هيعمل زوم بنفس المقاس، يعني نفس النسبة والتناسب أثناء ما ماكسيمم أو في الحجم العادي.